من أستاذ جامعي إلى مرشح مستقل إلى رئيس للجمهورية. بالرغم من الخبرة السياسية المحدودة لأستاذ القانون الدستوري هذا، فقد نجح في الظفر بتأييد أغلبية الناخبين التونسيين. إنه قيس سعيد الذي ولد في فبراير عام 1958 لعائلة من الطبقة الاجتماعية المتوسطة. حاز على دبلوم في القانون الدستوري من كلية الحقوق والعلوم السياسية، ثم استكمل دراساته العليا في الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ومن بعدها في المعهد العالي للقانون الإنساني في سان ريمو الإيطالية. انتقل سعيد إلى مجال التدريس بعد تخرجه عن عمر 28 عاما، إذ بدأ مسيرته المهنية بتعليم القانون في جامعة سوسة، كما شغل منصب مدير قسم القانون العام بين عامي 94 و99، ثم انتقل بعدها إلى العاصمة للتعليم في جامعة العلوم القانونية والسياسية قبل أن يتقاعد عام 2018. إلى جانب مسيرته المهنية، فقد ساهم سعيد في صياغة العديد من المشاريع القانونية التي كان أهمها مشروع تعديل ميثاق الجامعة العربية عام 89، ومشروع نظام محكمة العدل في الجامعة نفسها عام 90. شغل سعيد أيضا منصب نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة بين عامي 90 و95، وعضوية المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 97. أثار رجل القانون الجدل بترشحه للرئاسة، إذ عده بعض المحللين يساريا، في حين وصفه آخرون بالإسلامي المحافظ، إلا أن الحملة الانتخابية لسعيد المنتمي إلى بيئة اجتماعية متوسطة لم تشهد أي إسراف مالي دعائي، كما نال إعجاب التونسيين بمواقفه التي رفعت شعار الشعب يريد، وكذلك بدعمه الحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية.